اهلا وسهلا. ما الذي يحصل في حضرموت؟ ما يجري في حضرموت انه الان الفوضى الامنيه ومثل هذه الجرائم والتقطعات والاشياء التي تحدث هي تسيء بشكل مباشر للشرعيه وللمكونات التي تسيطر على هذه المحافظات المحرره. ما يجري هو عبث امني بكل ما تعنيه الكلمه، هناك تداخل بين المؤسسات الامنيه، هناك تداخل صلاحيات، هناك ازدواجيه في بالاجهزه الامنيه، هناك عدم قدره على ايجاد وسط عمليات امنيه مشتركه مما يجعل مثل هذه الظواهر تنتشر وتزيد بشكل كبير جدا. طبعا ما يحدث هو خزي وعار، يعني انه لا تستطيع القوات الامنيه ان تتوحد وان تحبط مثل هذه الاعمال الفوضويه والجرائم. يظهر الشرعيه بشكل هديل، وايضا يقدم نموذج غير جيد للمحافظات التي تخضع تحت سيطره الميليشيات الحوثيه. جميل، لكن السؤال الان استاذ عبد العالم، هذه القطاعات والتقطعات القبليه التي حصلت في وهي حاصله لحد اللحظه في محافظه حضرموت، هل هي تقطعات قبليه من اجل مثلا مطالب، ام ان هناك دوافع سياسيه وهناك جهه معينه تدفع هذا الحراك؟ نستطيع ان نربط كل ما يجري بخط واحد هو وجود دوافع سياسيه. اذا الان دائما كل الخيوط الامنيه اذا مشينا بعدها سنجد انها توصلنا الى دوافع سياسيه والى مكايدات، كل طرف يريد ان يظهر الطرف الاخر بموقف العاجز والغير القادر على ضبط الامن وغير، وهم للاسف شديد في اطار لحمه واحده تجسد جسد شرعيه. كما ذكر الضيف انه هذه المحافظات التي تنتشر فيها مثل هذه كل هذه تخضع لسلطات